إذن بعد آخر يأخذه النزاع في السودان على الصعيد السياسي ومساعي الحل، فقد أصدر القضاء دعاوى جنائية بحق قادة تنسيقية تقدم مطالبا 16 من هؤلاء القادة بينهم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك بتسليم أنفسهم في مدة لا تتجاوز أسبوعا. الاستدعاء جاء على خلفية اتهامات تتعلق بالتحريض والمعاونة والمساعدة والاتفاق والجرائم الموجهة ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية. معنا من القاهرة الكاتب الصحفي السوداني عثمان فضل الله. أستاذ عثمان أهلا بك معنا في غرفة الأخبار لنقرب بالصورة أكثر لمن يتابعنا الآن. ما هي تنسيقية تقدم؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم ومرحبا بمشاهدي القناة. تنسيقية التقدم هي مجموعة تحالف لقوى سياسية مدنية تداعت من أجل إيقاف الحرب وأطلقت النداء الشهير اللي هو بين معقوفتين اسمه لا للحرب اللي هو وسم بلا للحرب، وظلت تعمل ضمن منظومة متكاملة يعني داخليا وخارجيا في اتصالات مع المجتمع الدولي، في اتصالات بين طرفي الحرب الجيش والدعم السريع من أجل وقف الحرب بشكل سلمي وتفاوضي. تضم التنسيقية تقريبا زي 83 من حزب لمنظمة مجتمع مدني، عقدت عدد من الاجتماعات، كان أخيرا في أديس أبابا خلال اليومين الماضيين اللي هو كان اجتماع الهيئة القيادية للتنسيقية. تضم عدد من رموز العمل السياسي والاجتماعي والنشاط المدني في السودان. يمكن هي الآن باتت زي نقول الجسم الوحيد المتحرك من أجل إيقاف الحرب، وهي في الكور الأساسي بتاعها هي القوى السياسية اللي كانت حاكمة خلال الفترة الانتقالية التي انتهت بانقلاب 25 أكتوبر. نعم، ومن بينهم طبعا رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك. لماذا يتم ملاحقتهم قضائيا الآن؟ وبالنسبة للملاحقة القضائية قد نكون نحن في المشهد السياسي السوداني اعتدنا على مثل هذه الملاحقات وتطويع القانون في العمل السياسي. يمكن قد لا أكون أبالغ إلا إن قلت أنه لا يوجد سياسي سوداني لم توجه له في فترة ما مثل هذه التهم، ولهذا لا أعتقد أنه الكثير من السودانيين ينظرون لهذه الاتهامات بشكل جدي وإنها اتهامات حقيقية بقدر ما إنها هي عبارة عن فرقة إعلامية يراد بها شيطنة القوى السياسية. وقد نجد أنه المسألة قد تكون الآن زي وضحت بشكل جلي الأسباب الخفية والأهداف الخفية التي ظل الكثير من السودانيين يتحدثون عنها والتي أشعلت هذه الحرب، وهي القوى السياسية التي قادت الحراك السياسي والمدني الضعف بالنظام السابق هي قد تكون الهدف الأساسي لهذه الحرب. ويمكن ده واضح في أنه الحرب هي بين الجيش والدعم السريع، قد يكون نفس اللجنة اللي هي لجنة الجرائم الموجهة للدولة أو اسمها، فاللجنة نفسها قد تكون وجهت اتهامات لثلاثة أو أربعة خمسة بالكثير من قوات الدعم السريع التي تقود المعارك. ولكن عندما أتت للقوى المدنية نجد أن القائمة حوت القائمة الأولى 16 واليوم في تسريب عن قائمة ثانية. مجمل الملاحقين بقوائم الاتهام قد يكونوا فاقوا 30 من القيادات السياسية والمجتمعية، وبالتالي أعتقد أنه المفارقة هنا واضحة في أنه أنت لم توجه الاتهامات للجهة التي تحارب على الأرض ولكنك أصبحت وجهت اتهامات للقوى. طيب وهنا السؤال، لماذا يعني الأسباب وراء يعني وهناك حديث الآن عن خلافات بين قيادات الجيش بين شمس الدين الكباشي والعطا أيضا، والحديث عن صراع أجنحة كذلك حسب بالنظر إلى المقاربة كذلك للتعاطي مع الدعم السريع، فيعني بدل حل الخلافات يعني لدى المكون العسكري، لماذا الآن الالتفات إلى المكون السياسي أو المكون المدني أو القوى السياسية؟ هو الواضح انه هنالك عدد يعني منذ بدات هذه الحرب هنالك عدد من التيارات داخل القوات المسلحه وداخل الكور الداعي للحرب خلينا نسميه والمجموعه الداعيه للحرب والمتبني الحرب، هنالك تيارات متعدده داخل هذه المجموعه، هنالك صراعات تصل في احيانا الى عرقله كل مجموعه نشاط
الأخرى، ويمكن تبادل الاتهامات ما بين الأطراف دي بتظهر في المستوى الثاني أو الثالث من الناشطين الداعمين للحرب. نجد أنه هنالك تخوين أحيانا لقيادة الجيش نفسها بأنها هي بايعة وبأنها هي متواطئة مع الدعم السريع. هنالك تخوين لبعض العسكريين النافذين في القوات المسلحة، وده دائما بيظهر في النقاشات وبيظهر في على وسائل التواصل الاجتماعي من الداعمين للحرب. وبالتالي أظن أنه الآن الالتفات إلى الجهة المدنية، قد نكون كلنا تابعنا خلال اليومين الماضيين أنه التنسيقية التقدم في اجتماع في أديس أبابا أعلنت موافقة القوات المسلحة على لقاء دكتور عبد الله حمدوك، وإنها في إطار تحديد الزمان والمكان لهذا اللقاء. بالتالي صدرت هذه القائمة لعرقلة هذا الاتجاه إن كان موجود. وبالتالي بظن إن هي القوائم مثل هذه القوائم وغيرها من التصريحات التي تصدر من هنا وهناك لقيادة الجيش أو للداعمين للحرب بشكل عام، هي بتأتي في إطار كل تيار يريد أن يعرقل نشاط التيار الآخر وهو الذي يكون مسيطرا على مشهد في المسرح العسكري والمسرح السياسي. المسألة كلها في إطار العام بغطيها النشاط المحموم اللي بيقوم به منسوبي النظام البائد من أجل إبعاد القوى السياسية الثورية أو القوى التي قادت التغيير وتقف ضد نظام الحركة الإسلامية بين قوسين. فبالتالي بيحاولوا قدر الإمكان أن تكون هذه القوى بعيدة. لاحظنا أنه كل النشاط السياسي والإعلامي بينصب دائما إلى شيطنة القوى السياسية المدنية. نعم، هذه الشيطنة برأيك أو هذه الجبهة الجديدة، هذا الصراع الجديد مع القوى السياسية وتنسيقية التقدم ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، برأيك كيف تنعكس على الاقتتال الدائر في السودان ما بين الجيش والدعم السريع المستمر منذ إبريل الماضي من العام الماضي؟ وإذا نظرنا للمسرح بنجد أنه الجهة الوحيدة التي تسعى بجد وتطرح وتقدم الأطروحات وتقدم المحاولات الحسيسة وتحس العالم وتحض من أجل إيقاف الحرب هي تنسيقية التقدم، وهو قوة تقدم، القوة المشكلة لتحالف تقدم. وبالتالي أي شيطنة أو أي عرقلة لمساعي هذه القوة ستطيل من أمد الحرب وستؤدي إلى أن الحرب الآن إذا نظرنا للمشهد المسرح السياسي بنجد أنه هي الحرب نفسها، الجيش بات هو عدة جيوش، يعني لم يعد القوات المسلحة هي القوات المسلحة التي دخلت الحرب في 15 أبريل، والدعم السريع أيضا لم يعد الدعم السريع الذي دخل الحرب في 15 أبريل. فالآن بنجد أنها هي مجموعة تحالفات لميليشيات عديدة، يمكن القوات المسلحة على الأقل في شرق السودان وحده نحن بنحصي كمراقبين 8 ميليشيات جديدة ولدت في تسمين لحركات أصلا كانت بتحمل السلاح ضد الدولة، ده تحالف القوات المسلحة. في الدعم السريع أيضا نفس القدر، هنالك العديد من الميليشيات التي تحالفت مع الدعم السريع، وده بيؤدي خطورته أنه الآن إذا حصل قرار لوقف الحرب هل القيادات القوات في الدعم السريع والقوات المسلحة قادرة على السيطرة لهذه الميليشيات ولهذه القوات؟ بالتالي أظن أنه أي عرقلة لمحاولة الحل المدني أو لمحاولة نشاط القوى السياسية المدنية في حلحلة الأمر والوصول إلى تسوية سريعة من شأنه أن يؤدي إلى تفتيت القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والبلاد بشكل عام. عثمان فضل الله الكاتب الصحفي السوداني، شكرا جزيلا لك على انضمامك إلينا من القاهرة.